أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرى
العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا.